أول حاجة في System Development Basics أو أساسيات التطوير هو معروف طبعاً عند كل الناس اللي دارسة System Analysis Design، لكن إحنا هنتكلم فيه بس بدون استفاضة عشان خاطر تؤهلنا للخطوات التنفيذية اللي هنعملها بعد كده. أول حاجة Gathering Information أو تجميع المعلومات. الحاجات الأساسية لازم نحطها في دماغنا عدة أسئلة وعدة نقاط لازم نعرف ازاي نسألهم وناخد اجاباتهم. اول حاجة What is the client row needs؟ المقصود هو ما هي الاحتياجات الفعلية للعميل. What is the level of education of the client؟ ما هو المستوى التعليمي للعميل. What is the information cycle applied manually in the system؟ ايه هي دورة المعلومات المطبقة يدويا في النظام، الوضع الحالي، الدورة الورقية شغالة ازاي. بعد كده لازم نجازر as much as possible of the paper documents that is used in real life. لازم نجمع اكبر كمية ممكنة من خلال الوثائق والورقيات اللي هم شغالين بيها في نظامهم المانيوال العادي في الحياة اليومية بتاعتهم، دورة العمل الطبيعية بتاعتهم، لان دي من خلالها هنقدر تساعدنا كتير جدا في الديزاين اللي هنعمله بعد كده. If possible, لو في الإمكان, tell the client any modifications that can improve system performance. يعني لو انت تقدر بعد المعلومات اللي خدتها دي وانت موجود مع العميل ان انت توضح له من خلال رؤيتك انت للنظام بتاعه اليدوي التعديلات اللي ممكن تحسن له بيها الأداء بتاع النظام وتلبي له بيها إمكانيات أعلى يكون أفضل. ده بيحسن من الأداء بتاعك وبيحسن من ثقة العميل فيك، زي ما احنا شايفين كده في الجراف الموجود في الـ Process of Requirement Gathering أو الخطوات العلمية لجمع المعلومات. بين Capture Initial Requirements يعني بنحصل على الاحتياجات المبدئية. Enhance Requirements بنحسن فيها. Interface Analysis for Software بنختار نوعية الانترفيس ونحلل ايه الانترفيس المناسب عشان نقدر نستخدمه للسوفت وير اللي هي شاشات البرامج. يعني برين ستورم اون اول ريكويرمنتس يعني بنعمل عملية عصف ذهني او تركيز جماعي للجروب اللي شغال في نظام البرمجة على كل احتياجات العميل. بريبير ريكويرمنت دوكيومنتس اند بروتوتايبس هنجهز كل الوثائق والورقيات اللازمة لاحتياجات العميل. هن review documents و prototypes هنراجع على documents و prototypes اللي هي الأنظمة أو النماذج الابتدائية اللي عملناها. make changes نعمل التغييرات اللازمة من خلال المراجعة واكتشفنا ان في تعديلات عايز تتعمل. review changes from expert لو في عندنا system analyst أو system administrator أو حد بنثق فيه ممكن يدينا رأيه برضو كواحد خبير اللي احنا عملناه ده كده efficient كافي وكويس جدا ولا انت ليك اراء مختلفة ممكن تفيدنا بيها. بعد ما نخلص كل الخطوات دي الخطوة التاسعة والاخيرة هي client signs off from requirements يعني ان احنا نمضي العميل او ان احنا ناخد اعتماد من العميل ان انت موافق على ان احنا هنشتغل بالاناليسز والتصميم ده وهنطلع لك الخارج او الامكانيات اللي انت محتاجها بالشكل ده. لازم العميل يوافق على نتائج التحليل والتصميم عشان ما نرجعش نهد تاني بعد ما نكون اشتغلنا في نص الشغل او تلت الشغل ونرجع نهد تاني العميل مش عاجبه الكلام. فبالتالي لازم الاول بعد ما نخلص الاناليسز والديزاين قبل الانتري في الامبلمنتيشن ناخد رأي.